نائب الاستاذ مصطفى بكر، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك. يا مرحبا. شفت التقرير بتاع العربيه ولا سمعت عنه؟ انا الحقيقه مستغرب يا استاذ احمد، حقيقه يعني طول عمرنا بتعامل مع القناه العربيه على انها قناه رصينه وبتتعامل مع قضايانا المصريه الى حد ما بموضوعيه. انه يتم السخريه من البرلمان المصري ويتقال عليهم برلمان مطب بلديه ويجيبوا نماذج بهذا الشكل، اللي احنا يعني الحقيقه اعتقد ان الشارع المصري مستاء استياء كبير جدا وبيتساءل لمصلحه من تقوم قناه العربيه بهذا الامر؟ لمصلحه مين السخريه اللي بتتم دي على حساب برلمان منتخب ونزيه والقضاء اشرفوا على الانتخابات في كل مراحله، وحتى عتاة الذين قدموا انفسهم كمعارضين لم يشككوا في النتائج الانتخابيه. احنا مش برلمان مطبلاتية، احنا برلمان وطني يهدف الى الدفاع عن الدولة الوطنية، يهدف الى الدفاع عن مصر. مصر اللي بتواجه الان تحديات كبيرة، لا يمكن باي حال من الاحوال نتصور قناة زي العربية او الحدث انها تسخر من تجربة ديمقراطية جاءت بعد ثورة 30 من يونيو كاستحقاق ثالث اوفى به الرئيس عبد الفتاح السيسي واجرى انتخابات حرة شهد بها العالم كله، ثم تأتي قناة العربية لتسخر من هذا البرلمان وتصوره بهذه الطريقة. وأنا مش عارف الحقيقة يعني بعض الناس وبعض الإعلام اللي احنا نفترض ان احنا بنعتبره إعلام مسؤول يعني بيقدم هذه الأيام بعض النماذج السيئة التي تستهدف الإساءة لمصر، لأن من يسيء لبرلمان مصر يسيء إلى مصر بالأساس ويسيء إلى التجربة كلها وبأسره. شايف التوقيت يعني ايه يا استاذ مصطفى؟ يعني ليه دلوقتي بيعملوا الكلام ده؟ هو ايه الهدف؟ انا الحقيقه مستغرب، انا الحقيقه مستغرب لان احنا عارفين قناه العربيه بتصدر ازاي ومين اللي بيصدرها. ومستغرب من هذا الكلام لان علاقتنا يعني بالدوله التي تدعم قناه العربيه علاقه جيده جدا. فهذا خروج على العلاقه من مع مصر من هذه القناه اللي اساءت بالشكل ده لمصر بهذه الطريقة، واحنا يعني لا نعتبر هذا في إطار حرية التعبير، حرية التعبير شكل آخر وصيغة أخرى، إنما السخرية والاستهزاء بهذه الطريقة أمر الحقيقة بنرفضه. لا وإزاي؟ تفضل تفضل. أنا الحقيقة كمان أستاذ أحمد عايز أحييك على يعني الموقف من المدعو عبد المنعم مفتوح، وإنك رجعت لنا فيديوهاته وأقواله اللي اتكلم فيها عن الإمارة الإسلامية واللي اتكلم فيها عن تنظيم الإخوان واللي عيط فيها على خيرت شاطر وما عيطش على الشهداء الذين قتلهم خيرت شاطر وقتلتهم العصابات الإجرامية. حقيقة الدموع دي كانت دموع الندم على أنه قال في يوم من الأيام أنه بعد عن الإخوان، احنا عارفين أنه ما بعدش عن الإخوان. وحسنا فعل دكتور سمير صبري النهارده أنه قدم بلاغ للنائب العام وأحاله لنيابة وسط للتحقيق مع عبد المنعم مفتوح، لان انا بعتقد اللي قاله عبد المنعم مفتوح ده يرقى الى الخيانه، لانه انت النهارده بتهدد البلد، تقول انتخابات رئاسيه مبكره الفوضى. لا ده انت اللي تتحاكم وانت اللي تتواجه، ومصر مش هتبقى عرضه ليك ولامثالك، لان احنا عارفين كيف جرى الاتفاق بين المتآمرين على مصر وانت طرف فيهم على اطلاق هذا الكلام قبل 25 من يناير. وعايز ابشر الشعب المصري لا 25 يناير ولا 26 يناير ولا 27 يناير ولا حد هيطلع، واللي هيفكر هيطلع بس يتعمل فيه زي الاولاد بتوع محمد محمود دول اللي اتقبض عليهم بتهمه خرق قانون التظاهر. البلد دي فيها قانون، اللي عايز يحترم القانون اهلا وسهلا، اللي مش عايز يحترم القانون يروح لفرنسا عشان يعرف القوانين بتطبق ازاي ويعرف الامور بتطبق ازاي. من الان لم يعد هناك مجال للعبث بامن الدوله ولا اهانه الدوله المصريه او التشكيك فيها او التحريض فيها. لازم الدوله المصرية والسيد النائب العام يحرك الدعوه القضائيه ضد هذا المدعو منه مفتوح، لانه يتامر الان على البلد. اللي بيقوله ده مؤامره وحلقه جديده من حلقات التامر. وبدعو الاعلام المصري، بدعو بعض وسائل الاعلام انها تتقي الله في بلدها. احنا في مرحله صعبه والمؤامره علينا خطيره من الداخل ومن الخارج. كفى عبثا وكفى استضافه للعملاء والخونه والمتآمرين وتقديمهم واعاده انتاجهم بوجوه يعني
يعني اكثر فجاجه من المره الاولى. اشكرك شكرا جزيلا نائب الاستاذ مصطفى بكري، النائب اللواء سعد جمال.